لا اكيد كل المناطق هي ذات النفس، نحن بنشتغل ذات النفس، بس كل ابرشيه اكيد بيكون عندها مناخها ونفسها وشغلها، وبترجع للاشخاص اللي عم بيشتغلوا مسؤولين على المحليين. يعني نحن كمسؤولين محليين مش اليوم تعملنا لجنه الطوارئ، او من اول ما بلش الازمه 2019 نظمنا حالنا بالابرشيه هون بالمنطقه الشمالي، كنحن ككنيسه وكفعاليات هن بيتعاطفوا معنا وبنشتغل سوا. هذا الشيء موجود، وانا بقول لك يعني اكيد ولاد الدير الاحمر هم رجال، يعني وقت اللي يمكن الفلسطيني بالزمانات فكر يفوت بطريقه او باخرى على المنطقه وهيك وقفوا، وقفوا كرجال انه ممنوع عرضنا هذه لالنا. نعم. وقت الاخوه فعلا رجال بالاخوه بالتضحيه وبالمحبه وبالوقوف حدنا. من الطبيعي نحن اليوم قدام حاله اقوى منا، اكثر منا العدد، يعني اكثر من طاقاتنا، لكن منا مستعدين نرفع العشرة. اليوم اخذوا قرار انه يبلشوا يحولوا النازحين الى غير مناطق لانه المنطقه تعبت، لكن رح ناخذ نحن نوعا ما نفس ونقدر نرجع نفتح غير مؤسسات، غير محلات، غير مواقع لنقدر نجهز حالنا، لانه نحن بحاجه اكيد مثل ما معروف انه في فرش، في كذا، في مواقع اكل كذا، هذا كله بده تجهيز. نحن اللي عملناه اليوم اول صدمه استوعبناها، الثاني صدمه اكيد بدنا نرجع نشتغل على مرحله ثانيه نقدر نستوعبها، واكيد هذا بالتعاون والتضامن مع المؤسسات ومع الجمعيات المانحه. نعم. كل اللي هن مهتمين بهالشان هيدا. شكرا لك سياده. انا لو سمحتي لي بهالهواء بتمنى من خلالكم اعمل نداء هيك اليوم العالم كله ما يضل يتضامن معنا هيك بالمبدا انه متضامن معكم وندين وكذا. اليوم لبنان قدام مرحله كثير صعبه. نعم. انا بتمنى انه اليوم اللبنانيين موجودين بلبنان وبالاغتراب، والعالم اليوم يعرف انه هذا الشعب بحق له يعيش، بحق له يكون عنده دوله، بحق له يكون عنده نظام وقانون، وهي الشعب يرجع يندمج مع بعض ويتوحد يكون عنده امن وسلام. نحن منا كمان منا اشخاص هويين نضل نموت تحت الازاي ونضل مهجرين، وهلا ما بنعرف وين عم يتهجروا اللبنانيين. صار يقولوا لك فاتوا على سوريا وراحوا من هون. نعم. ويعني وعندنا مهجرين ديجا قايمين فيهم وقايمين بمسؤولياتنا تجاههم. انا بقول اليوم الشعب اللبناني لازم يكون صوت واحد بالداخل وبالخارج، بدنا دولة، بدنا قانون، بدنا نظام، بدنا نعرف مين مع بده يحكي مع مين مع المحيط وشو موقفنا من كل هذه الظروف. ما بيسوى نمتلك لمصيرنا، ما بيسوى حدا ابدا ابدا اليوم يقول علي مسؤولية وعلى الاخر مسؤولية او كذا او نتنصل او نتشفى او او او. اليوم موقف لازم الشعب اللبناني يكون عنده ذات الموقف، بدنا دولة، بدنا قانون، بدنا أمن. نعم. بدنا نعرف نعيش مع بعضنا، نتفق على المرة والحلوة، كيف بدنا يكون عنا دولتنا، كيف بدنا يكون عنا نظامنا، وين نحن رايحين. إسرائيل أكيد المفروض، وهون بعلي الصوت تقول للفاتيكان، لكل الدول اللي عندها بعد ضمير للإنسان، يعني قيمة الإنسان بعد وعنده كرامة عندهم، إنه ما بيجوز تقاطع الشعب مثل ما هو كرمال موقف او كرمال سلاح او كرمال حزب او ايا كان على هالكره الارضيه. نعم. نحن بامس الحاجه اليوم اكيد تضامن داخلي، تضامن كامل بالشعب بين الشعب اللبناني. نعم. وبذات الوقت يكون عندنا قرار حازم انه بدنا دوله، بدنا رئيس جمهوريه، بدنا حدا يحكي باسم لبنان ويعلي صوته انه نريح الشعب، نعمل له دولة، نعمل له نظام، نعمل له امان، نعمل له اقتصاد والى ما هنالك. نعم. وانا سيدنا انه فتحتوا لي الهواء لمر. شكرا لك. شكرا لك. وانا عم يوصلني كثير تعليقات ايجابيه، يعني بتفرح القلب، وبمباركه سيده بشويت يلي دائما هي مقصد لكل اللبنانيين اللي بيطلعوا لعندكم بعايدوها. شكرا لك، الله يخليك بهالهمه. مثل ما قلت حضرتك، اللحمه اللبنانيه هي دائما نحن ما تعزز وجودنا و
ويعني تضامننا وخصوصيتنا ايضا. شكرا لك. انا كنت بفضل طبعا انه تكون معنا باستوديو او عبر الزوم، ولكن يبدو في اسباب تقنيه حالت دون ذلك، بس بركي بعدين بالايام المقبله بتكون معنا قريبا بالاستوديو. شكرا لك راعي ابرشيه بعلبك الهرمل ودير الاحمر المتران حنا رحمه.